وبعدين ايه اللي كنتي مليارديره دي؟ مش فاهمه. تعرفي يا صدفه ان كل املاك جلال الحسيني عم النصاب كانت باسمك؟ يا سلام يا سلام سلم، ده بأماره ان شاء الله. يعني واحد هزقته ومرمطته ومسحت بكرامته الارض وقلت منه وسلخته، هيكتب كل اللي وراه واللي قدامه باسمنا. انت مش كان نفسك تعرفي جلال الحسيني اتجوزك امتى وازاي وليه؟ اتجوزني؟ انت بتقول ايه يا طارق؟ انت اتهبلت؟ ايه اللي اتجوزني دي؟ الكلام ده بيطلع منك انت؟ طب لعلمك بقى، انا لما كنت عند دكتوره امراض النساء مع البت راندا، انا كنت هخليها تعمل لي كشف عذريه وتديني شهاده احطها كده في عين التخين، احطها في عين كل من تسول له نفسه انه يقول عليا ان انا كنت متجوزه الراجل ده ولا لامسني. عيب لما الكلام ده يطلع منك. طب اقسم بالله انا مصدقك يا صدفه، مصدق كل حرف انت بتقوليه، بس انا مصدق برضو ان جلال الحسين اتجوزك. انت لسعت لسعت جامد وعرضت منك. شوف يا صدفه، انا فهمت، جلال الحسين كان عنده مصيبه كبيره جدا، ضرائب متراكمه عليه وديون وتامينات ومش عارف يسدها ازاي، ده غير المشروع الشمالي اللي كان عامله في الساحل الشمالي، وطبعا اتاخد عليه احكام بالسجن لصالح العملاء. والراجل المجنون مخبى عليا انا، اللي معاه في الشركه وابنه كمان. الوحيد بقى صدفه اللي كان يعرف السر ده، تخيلي مين؟ المستشار صفوه الهلالي، المحامي بتاعه. بتاعي؟ يعني المستشار صفوت هو المحامي بتاع عمك؟ ده هو اصلا المحامي بتاعك. مظبوط. يا حلاوه يا حلوله. وبعدين؟ ولا قابلين يا ست. الراجل الله يرحمه استغل السذاجه والطيبه بتاعتك كصدفه، ونقل ملكيه كل حاجه عند جلال، وخلاك تبصمي وتمضي زي ما انت عملت دلوقتي. القضيه دي مضمونه 100%، مشكلتها الوحيده بس انها محتاجه لطولة بال واوراق كتير ومجهود. انا بقى هريحك من الكلام ده كله وهمضيك على شويه اوراق، وملكيش دعوه بحاجه بعد كده. روح يا شيخ، ايه اللي يخليك؟ عارف عارف، لو الناس كلها زيك كان زماننا دلوقتي عايشين في دنيا غير التاني. يا ريت الناس كلهم زيك يا مس صدفه. تسلم. هنا؟ هحتاج منك بس بصمتك على ورقتي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.